يقضوا علينا الانتباه. اح بدك ترجع تدخل بالتواليت. يلا يلا على التواليت اخوان. على التواليت بسرعه بسرعه. هيك حلوه، انا حروح ايان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم اصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد، حلقه جديده عن فورتنايت سيزون 2 تشابتر 2. طبعا هذا الفيديو مثل ما وعدتكم في الفيديو الماضي، قلت لكم انه راح اشوف لكم وين المخابئ، شلون طريقتها، وين موجوده، وحاول اوصل لكم اياها كلياتها. صح لساتي عم بكتشف مثل ما يقولوا، لسه ما تم اكتشاف المنطقه بشكل كامل. بس ولكن في مثل ما تذكروا اول ما بلش السيزون الاول صار في قطعة اسمها خدعة الجسر، اللي هي تكون الجسر والناس تطمنه وبيبنوا أرضية وينزل الشخص يطب بيموت. طبعا احنا هلا هون عملنا في خدعة جديدة كمان قدرنا نستفيد منها من الممرات السريعة هي التواليتات. رح تشوفوا بالفيديو شلون احنا رح نجيب الناس ونستدرجها وبعدين بنوقعهم بالفخ وننزل خلق فيهم. مشاهدة جدا ممتعة، يعني انا جدا جدا كنت مستمتع خلال تسجيلي هذا الفيديو. ان شاء الله انتم كمان تستمتعوا معي وتستفيدوا، يعني تاخذوا عبرة من الموضوع هذا. العبرة راح اعطيكم اياها بنهاية الفيديو، راح لكم اياها، خليكم عم تشاهدوا للنهاية عشان تعرفوا شو هي العبرة اللي تعلمتها انا. ويعني انا بعد ما عملتها من الناس كمان ردت صارت فيني من غلطي، انا بعد ما دخلت حسيت انه انا شلون هيك ماشي بهالطريقة الغلط. حانكم ما استنتجتوا العبرة وكان عندكم شكوك بالابرة راح اقول لكم اياها في نهاية الفيديو ان شاء الله. مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، لا تنسى اهم شيء اللايك لانه هذا الشيء بحمسني وبخليه يزيد عندي الحماس اكثر، والاشتراك هو بخليني اتحفز لاني اعمل فيديوهات اكثر وممتعة اكثر. طبعا في نقطة كمان مهمة حابة اقول لكم اياها، طبعا انتم عم تشوفوا انه ما في فيس كام لانه انا يكون هاي الفيديوهات اساسا يكون عم بعملها بس مباشر على الفيسبوك. طبعا تلاقوا رابط صفحتي تحت باسفل صندوق الوصف، انا بعملها على الفيسبوك وبكون عم بعمل بس مباشر ونيك في فيس كام، فما بقدر اني اسجل فيس كام وبنفس الوقت ارد اسحب الفيديو بنفس الجوده. يعني ممكن انا لما عم بكون عم بسجل عم بسوي بس ممكن اني اسجل بس ولكن الجوده ما تطلع جيده. انا بيهمني ان تشوفوا انتم مشاهد يعني الجوده تكون جدا ممتازه، واذا تحبني تشوفني شلون انا اكون ردات فعلي على هاي الفيديوهات وانا شلون عم بلعب ممكن تيجي على الفيسبوك وتتابعني وتعمل لي لايك وتحط لنا تعليقات هيك جميله ونبروك ندردش، واذا كمان تحبون نلعب مع بعض ما في مشكله. المهم مشاهده ممتعه لنهايه الفيديو، واهم شيء لايك ما تنسى. اوف نايس كيل والله. كاد واحد وات نو كوي بدي نفسه نوك. هذا وين؟ وين الناس؟ لك وين؟ انا بقتل لك الاربع بقتل لك اياهم. قولوا الله امشي، منين كنا؟ شايف ايش عم يبنوا؟ يا بطل بلح انت صدق انت بتصدق بسرعه ما شاء الله. تعال 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 اطلع على البنايه نجيبهم سنايبر. تعال تعال يا قصي وينك انت؟ صرنا هون ضربوا سنايبر ما جابوا. ولي على الحريش بالتواليتات قصي بالتواليتات بسرعه. يقعدوا علينا الانتباه. تعال تعال ادخل بالتواليت، رجع 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 ادخل بالتواليت، ادخل بالتواليت، رجع ادخل بالتواليت. يلا يلا على التواليت اخوان. على التواليت بسرعه بسرعه. يا رب. قصي ضليت انت فوق. تعال تعال هن اجوا ونحن نستلمهم، تعال 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 بدي الحقونا اكيد بالتواليت، تعال. اجى 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 اجى. ابلعوي يا مناوي. ايش رايك بالهجمه هي يا معلم؟ اي 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 ندموا المساكين. ارقص ارقص عليهم. ايش اصحابه عملوا لاند عندك فوقك يا معلم. يا نوك اخوان مع دروم جيم مع دم ابيض دم ابيض دم ابيض. قصي 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 اخر واحد اخر واحد اخر واحد. نوب نوب يا اخي وين نوب دمجني؟ انا هذا شو اسمه؟ في قاذف ار بي جي اللي بده 150. وين؟ يا الله بكواني. وين 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 وين؟ هون ال 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 جبته 95؟ جبته انا كمان. يلا دوري دوري اجيب. يلا وينه؟
طبعا انا هذا القدر بيكفي 6 دقائق تقريبا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمشاهده، ما بدي احط حشو كثير واسوي لكم شغلات على الفاضي، المهم انه انتم تستمتعوا بالمشاهده وبس. طبعا العبره اللي انت منتظرها حتى تاخذها مني بالفيديو هي عباره انه ثاني مره اذا حدا كنت قتله ودمه على اول رصاصه وحده او دمه واحد اتش بي ودخل بالتواليت، اوعك تفكر تدخل وراه لانه له 100% عليك افضليه حتى لو كان هيلك 200. انا صار معي كمان قتلت بس ولكن قتلت وحاولت ادور عليها لكم التسجيل ما لقيتم. المهم بس مشان يكون في علمكم تاني مره ما تلحقوا حدا بس، وشكرا لانك وصلت لهي الثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.